الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري، أحييكم إلى استوديو الحدث وإلى أبرز العناوين. هوكشتاين يلتقي بري من جديد اليوم لحل القضايا الخلافية، وتل أبيب تترقب وصوله بإجابات. وجود هوكشتاين يبقي تصعيد حدوديا، مقتل جندي لبناني بقصف إسرائيلي وإصابة 4 جنود إسرائيليين بمسيرة لحزب الله. إعلام إسرائيلي يكشف خطة لإدارة عسكرية إسرائيلية لغزة، وفيتو أمريكي يترصد مشروع قرار لوقف الحرب في مجلس الأمن. ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تقدم مشروعا يدين نووي إيران بالوكالة الذرية، وطهران تحذر وتعتبره تعقيدا للأمور. العراق يرفض اتهامات إسرائيل له ويعتبرها ذريعة لشن هجوم، ويصدر 12 إجراء عسكريا وسياسيا. وبانتظار خروج الدخان الأبيض، ما زال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في لبنان التي وصلها أمس. مصادر الحدث كشفت أنه سيلتقي من جديد اليوم رئيس البرلمان نبيه بري ليدلي بتصريح صحفي بعد ذلك أو بعد ظهر اليوم. وبينما تنتظر تل أبيب وصول هوكشتاين، كشفت مصادر للحدث أن بعض النقاط الجوهرية المتعلقة ببنود المقترح الأمريكي للتهدئة لا تزال عالقة، أهمها حرية الدفاع عن النفس وترسيم الحدود. أضافت المصادر أن هوكشتاين قرر البقاء في لبنان لمواصلة النقاشات حول النقاط الخلافية قبل التوجه إلى تل أبيب. كما أشارت مصادر أخرى للحدث أنه تم الاتفاق على بعض البنود التي كانت خلافية، وبينها ما يتعلق بمشاركة البريطانيين والألمان في لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، حيث تم الاكتفاء بمشاركة الأمريكيين والفرنسيين ودول عربية والأمم المتحدة، في حين لا تزال نقطة ترسيم الحدود عالقة، حيث أبدى بري اعتراضه باعتبار أن الحدود مرسمة أساساً. وبحسب المعلومات فإن هناك التزامات لبنانية وتعهدات بموضوع جنوب الليطاني لن تدرج في الاتفاقية الخطية. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الفرصة سانحة لاتفاق دائم لوقف النار في لبنان، وعلى الجانبين ميدانيا. وفي ثاني استهداف خلال أقل من 24 ساعة، قتل جندي لبناني وأصيب آخر باستهداف إسرائيلي آليتهم العسكرية في طريق برج الملوك القلاع في الجنوب، وفق ما أعلن الجيش اللبناني. أمس أعلن الجيش مقتل 3 من عناصر من الجيش اللبناني وإصابة 17 آخرين، بينهم مدنيون، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركزا للمخابرات في بلدة الصرفند قرب صيدا.
على الجانب الآخر، أفادت مصادر الحدث بإصابة 4 جنود إسرائيليين بسقوط مسيرة قرب مسكنهم داخل معسكر للجيش شمال عكا. كان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أن 3 مسيرات دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان. أوضح أن مسيرتين سقطتا في أماكن مفتوحة بالقرب، واحدة بالقرب من معسكر للجيش بالقرب من عكا، الثانية قرب منشأة عسكرية بالقرب من نهرية، أما الثالثة فسقطت شرق حيفا. على بيت كنيست، على بيت كنيست، على من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم، ومن حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا بكما، أبدأ معك غنوة. إذن لو تجملي لنا كل المقابلات بالأمس التي قام بها هوكشتاين، وكانت مقابلات شاملة حتى شملت السفير الفرنسي في لبنان، ولماذا حتى الآن هوكشتاين في لبنان؟ صحيح، هذه المرة الأولى التي يقوم بها هوكشتاين بهذه الزيارات المتنوعة، سواء كان مع السفير الفرنسي أو مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وأيضا الآن يلتقي في الرابية رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون. طبعا واليوم كان قد مدد زيارته إلى لبنان بعد أن أمضى ليلته فيه في السفارة الأمريكية تحديدا، من أجل مناقشة المزيد من البنود في تلك المسودة مع مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري علي حمدان، للتوصل ولتذليل المزيد من العقبات التي كان قد تحدث عنها أمس بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان لبنان أصلا قد، يعني مصادر في رئاسة الحكومة كانت قد تحدثت عن أهمية وجود مشاورات وجها لوجه للحديث عن بعض النقاط، عن النقاط العالقة. كان هناك أجواء إيجابية اليوم، كان هناك الأجواء في لبنان كانت قد تحدثت عن تفاؤل حذر بالتوصل لوقف إطلاق النار، خاصة وأن الجانب الإسرائيلي معني أيضا بالموافقة على مطالبات لبنان. والمؤشر الإيجابي اليوم الذي صدر هو أنه سيكون هناك رسالة، زيارة جديدة لرئيس مجلس النواب نبيه بري من قبل الموفد الأمريكي، وأيضا سيكون هناك تصريح بعد هذه الزيارة لإطلاع اللبنانيين على الموقف أو ما هي نتيجة هذه المشاورات، وإلى ماذا توصل هوكشتاين في هذه الزيارة التي استمرت ليومين بعد أن وصل صباح أمس ولا يزال هنا في لبنان حتى ظهر الأربعاء، بعد أن كان من المفترض أن يكون اليوم في إسرائيل. هذه كلها، هل في تفاصيل يعني عن ما يتم مناقشته؟ يعني لماذا مثلا، أو ماذا ناقش هوكشتاين بالأمس مع رئيس مجلس النواب، واليوم سيناقش معه ماذا؟ اليوم سيطلعوا على نتائج تلك المفاوضات بعد الأحاديث التي أجراها مع السفير الفرنسي. طبعا فرنسا أيضا معنية مباشرة بتلك المفاوضات لأنها من ضمن الفريق الذي يعمل على وقف إطلاق النار بعد المبادرة الفرنسية الأمريكية المشتركة التي كانت قد فشلت قبل أشهر، إضافة إلى موضوع وضع اللمسات الأخيرة
قبل نقلها إلى الجانب الإسرائيلي. طبعا الاعتراض اللبناني بات معروفا أولا على موضوع كل ما يمس بالسيادة اللبنانية، سواء كان أي اتفاق جانبي بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول حق إسرائيل بالتحرك في حال كان هناك أي خلل لهذا الاتفاق، إضافة إلى موضوع الدفاع عن النفس الذي بحسب المعلومات يعني طبعا هذا الموضوع يعني على إسرائيل ألا تبادر بشكل استباقي لردع حزب الله في المستقبل، وأن يكون هناك دائما ضمانات أمريكية لعدم التحرك. زياد، أبدأ معك من الوضع الميداني في الحقيقة واستمرار الرشقات الصاروخية من الجنوب باتجاه إسرائيل، وأيضا المسيرات والتي فشلت إسرائيل في صد الكثير منها تبقى تحديا أمام إسرائيل هذه المسيرات. ما الجديد وما التفاصيل الإضافية التي يمكن أن تطلعنا عليها من ناحية المشهد الميداني أولا؟ ربما على صلة بما كنتم تتحدثون به بشأن زيارة هوكشتاين، التوقعات في إسرائيل بأن حزب الله قد يواصل التصعيد نوعيا، بمعنى حتى استهداف تل أبيب وسط إسرائيل على أساس شبه يومي في الأيام المقبلة، في إطار الضغط أيضا تجاه الذهاب إلى وقف إطلاق نار وتحسين شروط الاتفاق أو المسودة الحالية. بالنسبة للمسيرات، ليس سرا بأنها نقطة الضعف الأساسية أمام الدفاعات الجوية الإسرائيلية، نرى هذا يتكرر تباعا في كل مرة. اليوم 3 مسيرات اخترقت الأجواء الشمالية، انفجرت واحدة في قاعدة عسكرية بالقرب من نهرية في الجليل الغربي وأدت إلى إصابة على ما يبدو جنود وأضرار مادية، مسيرة أخرى انفجرت في محيط أيضا موقع عسكري في منطقة عكا في خليج عكا، والثالثة هنا في منطقة حيفا شرق مدينة حيفا أيضا سقطت في محيط قاعدة عسكرية. جرت محاولتان للاعتراض في منطقة الكابري بالجليل، أطلقت صواريخ اعتراض اتجاه المسيرات لكنها أخطأت. السبب في أن هذا يتكرر هو ببساطة تقني، لأن المسيرات تحلق بارتفاع منخفض نسبيا تحت المجال الراداري لمعظم الدفاعات الجوية، ولهذا عادة عندما يكون الاعتراض يتم عبر مقاتلات F-16 أو مروحيات تكون في الأجواء، أسهل لها أن تتعامل مع هدف متحرك من الدفاعات الجوية التي قد تخطئ هذا الموضوع، لأن التحليق منخفض والسرعة أيضا بطيئة نسبيا ليست مثل الصواريخ. تقول زيادة التقديرات في إسرائيل بأن هذا تصعيد على الحدود سيبقى موجودا في ظل وجود هوكشتاين أيضا في لبنان وإسرائيل، ماذا عن التقديرات بالنسبة للوضع السياسي وانتظار إسرائيل لعودة هوكشتاين بأي أجواء تنتظره؟ صحيح في مداخلات سابقة قلت بأنه بالفعل إسرائيل توافق على الورقة الأمريكية، ولكن هل في أي جديد فيما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة بعد تصريحات نتنياهو أمام الكنيست حينما قال على الورق يكتب ما يكتب ولكن سنبقى نقاتل حزب الله؟ هذا صحيح. المعضلة بالنسبة لإسرائيل، طبعا إسرائيل وحزب الله يوافقان على وقف إطلاق النار، الإشكالية هي حول آلية تنفيذ 1701 وإمكان أن يتصرف كل طرف في حال كان هناك خروقات، هذه هي المعضلة التي تعيق الإعلان عن وقف إطلاق النار. بالنسبة لإسرائيل هي لا تريد أن تكتفي بما تم التوصل إليه، هناك رسالة من الرئيس بايدن تجيز لإسرائيل أن ترد على أي خروقات تشخصها، سواء كانت إعادة تسليح أو بناء مواقع الجنوب الليطاني وما إلى ذلك، وتحت غطاء أمريكي. إسرائيل تريد أن يتسلل ذلك نصا إلى الاتفاق بشكل أو بآخر. الآن تجري العمل على كما قلت يوم أمس حق كل طرف عن الدفاع عن نفسه بنفسه، لكن الهاجس في إسرائيل هو ليس هذا، ليست طبيعة هذا الاتفاق، هذا لا يعني إسرائيل بالدرجة الكبرى، وإنما هناك خشية من العودة إلى 7 أكتوبر الماضي، بمعنى رأينا في السنوات الماضية خيمة وضعها حزب الله في منطقة مزارع شبعة، إسرائيل على مدى 2 سنين لم تستهدف هذه الخيمة خشية من اندلاع حرب. هناك من يحذر في إسرائيل من إمكان العودة إلى هذا الموضوع. الأمر الآخر أختم بذلك، في إسرائيل
إسرائيل الانتقاد الأساسي لهذا الاتفاق بأنه يكرس حقيقة أن حزب الله يبقى القوة الأكبر في لبنان المسلحة قبل الجيش اللبناني، وهناك إقرار دولي بذلك. شكرا جزيلا لكما، شكرا جزيلا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، كنت معنا من حيفا، والشكر أيضا لمراسلة الحدث غنوة يتيم، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لكما. والصمت أفضل الكلام، هكذا علق أحد المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالتفاوض مع المبعوث الأمريكي آمس هوكشتاين للوصول إلى وقف لإطلاق النار. وعبارة الصمت هذه تهدف وفق المعطيات إلى أمرين: عدم تسريب أي أجواء تدعيما لمسار التفاوض، وبث أجواء تفاؤل، سيما أن مدة اجتماع المبعوث الأمريكي مع رئيس البرلمان نبيه بري دامت قرابة الساعتين. هوكشتاين الذي أتى بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن على متن طائرة خاصة برفقة فريق تقني قرر البقاء في بيروت، حيث التفاوض المتواصل لإنتاج صياغة جيدة لنص اتفاق وقف النار. هنا رأت مصادر لبنانية رسمية وجود محاولة جدية لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن الأمور تبقى متعلقة بما ستقرره التي يصلها هوكشتاين في الساعات المقبلة. تلك المحاولة التي وصفت بالجدية تحاول إعادة صياغة عدة بنود من أبرزها جدية الطرفين بالالتزام بوقف إطلاق النار، خطة انتشار الجيش اللبناني جنوبا، عمل قوات الطوارئ الدولية حيث لا توسيع لصلاحياتها، ونقطة الدفاع عن النفس من قبل الطرفين والتي بحسب المعلومات جرى تجاوزها بصيغة أن أي طرف يحق له الدفاع عن نفسه في حال تعرض لاعتداء من بيروت. سينضم إلينا البروفيسور ألان حكيم، وزير سابق وعضو المكتب السياسي بحزب الكتائب، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. إذن هوكشتاين ما زال في لبنان، قابل رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس ويعود ويقابلها اليوم بعدما اجتمع مع عدة أطراف سياسية لبنانية وأيضا مع السفير الفرنسي في لبنان، والأجواء ما زالت من كل الأطراف التصريحات تتحدث عن أنها إيجابية. ما الذي يعني ذلك؟ هل نحن فعلا كما يقول هوكشتاين المبعوث الأمريكي أن وقف إطلاق النار في متناول أيدينا؟ هل هذه الأجواء تصل إليكم أيضا، تفسيراتكم لها؟ يعني مش مهم التسريبات عن بنود التسوية والتوصل إلى نقاط للمناقشة، الأهم هو أنه تتضمن النقاط هولي مستقبل لبنان، مستقبل لبنان كدولة، وهيدا واضح من خلال أولا مستقبل سلاح حزب الله، بنيته التحتية وإعادة تسليحه. هول البنود اليوم اللي عم يتناقشوا فيهم، البنود الأخرى جميعا هي سهلة من ناحية التطبيق ومن ناحية التوصل إليها، ولكن المشكلة الكبيرة اليوم القائمة وهيدا واضح بهالموضوع هو، وهيدا بخلينا نشوف انه ما في تسريبات على هالنقاط هول، اللي هي اولا ومثل ما قلت مستقبل سلاح حزب الله، لانه اليوم انتهاء هالحرب دون تجريد الجميع من السلاح غير مقبول، جميع الميليشيات الموجودة على الاراضي اللبنانية لا مجال إلى التوصل. دعنا نتحدث عن الورقة الأمريكية والفجوات الكبيرة فيها ما بين الجانب الإسرائيلي واللبناني. مثلا 1701، التسريبات تقول ستشرف لجنة مراقبة على تنفيذ القرار 1701 برئاسة جنرال أمريكي وعضوية جنرال فرنسي، هل هذا يعد مقبولا بالنسبة للبنان؟ الموضوع منه لبنان ستنا، الموضوع هو حزب الله وإيران، هن اللي بيقبلوا بيرفضوا بهالموضوع، واي نقاط اما بنود تقيد عمل حزب الله على الاراضي اللبنانيه سوف ترفض، والنقاش لا يعطي اي نتيجه. لكن البعض يقول انه حزب الله وايران تجاوبوا ايجابا مع مثلا 1701، انهم ليس لديهم مشكله في تطبيق هذا القرار. والموضوع أكيد هو الالتفاف حول هالموضوع للتوصل إلى وقف إطلاق النار، للتوصل إلى إعادة بناء البنى التحتية للسلاح الغير الشرعي الموجود في لبنان، وهذا موضوع مرفوض أصلاً،
ومن هالمنطلق نتمنى نحن انه يتوصلوا ان كانوا الافرقاء اللي عم يتحاوروا مع كل تحفظنا على موضوع حصر هالنقاش بين حزب الله واسرائيل من خلال الامريكيين، لانه في تحفظ، لانه اين الدوله اللبنانيه؟ اين المواطن اللبناني؟ اين المجلس النيابي؟ اين الحكومه ولكن الحاليه؟ الا يعتبر رئيس البرلمان نبيه بري ممثلا للبنان كونه في هذا المنصب ولا يوجد رئيس؟ يعني هو المخول بالحديث عن موقف لبنان الرسمي. اليوم هيدا امر واقع، ولكن بالدستور وبالقانون المخول بهالموضوع هو رئيس الجمهوريه المغيب اليوم على صعيد الساحه اللبنانيه، وهيدا كان كانه موضوع معمول قصدا، يعني عدم انتخاب رئيس للجمهوريه كان سبب لما يحدث الان على الارض، وهالحصريه حصريه النقاش والتحاور على هالصعيد منوط بشخص واحد. هلا لا ننكر اكيد مركز دوله الرئيس نبيه بري، ولكن من ناحيه ايضا لازم يكون في نقاش داخل مجلس النيابه لاخذ اراء الجميع، خاصه بموضوع مثل هيدا مهم على الصعيد. طيب بروفيسور، هناك امر واقع الان وهو غياب رئيس لبناني، ونبيه بري رئيس مجلس النواب هو الذي يفاوض مع الجانب الاسرائيلي وبوساطه امريكيه كما يحدث الان. باعتقادكم ما يتم تسريبه الان هل مقبول بالنسبه للبنان؟ اعود واكرر كمان مرة، عم برجع أعيد لك إنه الموضوع مش مقبول مقبول، إذا مقبول بلبنان ليس مقبول على صعيد حزب الله، لن يقبل على صعيد حزب الله وعلى صعيد إيران. اليوم قبول ما الذي لبنان لن يقبل من قبل إيران وحزب الله؟ لبنان ثانوي على صعيد الـ 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 على صعيد على صعيد الأرض والميدان. فمن المنطلق اليوم بدنا نشوف اذا حزب الله راضي بالموضوع. برجع بقول لك نقاط الخلاف اليوم والتحاور وهالنقاط اللي عم بيجربوا يسخفون ويعطون غير اهميه هن النقاط المتعلقه بمستقبل حزب الله على صعيد بنيته التحتيه، اعاده تسلحه وسلاحه الغير الشرعي الموجود على الاراضي اللبنانيه. لن يقبلوا اي نقاط، اما معايير اما البدكي اما بنود تضع حد لهالموضوع على الساحة اللبنانية، وهذا هو المرفوض اليوم، لأنه نحن مع وقف إطلاق النار، ولكن أيضا إنقاذ لبنان خاصة على صعيد رجوع الأهالي إلى مناطقهم، ولكن هذا كله مرتبط بتجريد جميع المسلحين من السلاح الغير الشرعي وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني. ولكن إذا وافق حزب الله على 1701، ألا يتضمن 1701 يعني في إطاره المرور والالتزام ب 1559 الذي يجرد سلاح الميليشيات ويعطيها للدولة؟ القرار 1701 يتضمن جميع القرارات السابقة منهم 1559 وغيره. فإذا إذا كانوا بدهم يقبلوا 1701 كانوا قبلوا 1701 منذ 8 9 أشهر، ما قبلوه لليوم، لأنه هذا 1701 يضع حد وأكيد بيعطي مجال إلى إعادة شرعية السلاح بأيدي الجيش اللبناني، ويعطي إعادة بناء لبنان على صعيد عام. ما ننسى أن 1701 يتضمن بنود من الدستور اللبناني على صعيد حصرية السلاح، وعلى صعيد مراقبة الحدود، وعلى صعيد بسط سيادة الجيش على جميع الأراضي اللبنانية. فإذا عشو النقاش ما زال 1701 واضحة وصريحة وموجودة؟ النقاش على ماذا؟ برجع بقول لك النقاط متعلقة بمستقبل حزب الله. طيب هناك نقاط أخرى أناقشها معك فيما يتعلق بواحد من البنود الذي يتحدث عن حق إسرائيل ولبنان على فكرة في الدفاع عن النفس. هل هو مقبول خاصة في ظل عدم وضوح هذا البند أصلا بما يعني كيف يتم، كيف وفي أي إطار ستدافع إسرائيل عن نفسها، كيف ستدافع عن نفسها، الظروف الآيلة لذلك؟ يعني على الصعيد اللبناني أكيد أي خلل على الصعيد السيادي اللبناني مرفوضة من الجميع، من إسرائيل ومن غير إسرائيل. هيدا واحد، هيدا موضوع منطقي وواضح وسيادي. ولكن من ناحية تانية الهدف الأول من هالتسوية هو تثبيت مصلحة لبنان في هالمفاوضات، وعدم حصر النقاش بين مصالح إيرانية وإسرائيلية.
هذا الهدف الاول من هالموضوع على صعيد الامن. لازم نعطي اولويه لوقف اطلاق النار ولبسط سياده لبنان. اذا هيدا بالتسويه، لانه نحن مثل ما بتعرفي حضرتك ما عندنا وصول الى التفاصيل، نحن كل شيء عم نعمله كمعارضه هو الضغط الى حفاظ سياده لبنان على صعيد طيب. عام. بالنسبه لسياده لبنان، وبالتاكيد انت استمعت للمقترح الجديد الذي يتعلق برقابه امريكيه على المرفأ والمطار، هل هذا مقبول بالنسبه للبنان؟ أول شيء الموضوع بده يكون مقبول مثل ما قلت لك على صعيد حزب الله وإيران إذا قبلوا هالموضوع. على الصعيد الثاني إذا إذا قبلوا هالموضوع بيقبل لبنان؟ ضمن إطار التسوية، لو في أكيد وجود عراب للموضوع يتحمل مسؤوليته. بروفيسور ألان، إذا قبلوا حزب الله، أنت تقول إنه إذا قبل حزب الله، إذا قبل حزب الله هل يقبل لبنان؟ صراحة بتسألي المخولين بهالموضوع، لأنه هن المسؤولين بهالإطار. ولكن أيضا برجع بقول لك، إذا في عراب لهالتسوية يلي بتقدر توصل أكيد حق لبنان ومصلحة لبنان ورجوع الأهالي إلى مناطقهم وضياعهم وإلى وقف إطلاق النار ووقف المجزرة القائمة، ما بعتقد أن لبنان رح يقول لا، لأنه أمريكا كانت وتظل هي العراب لهالتسويات خاصة بهالمنطقة. وأين سيادة لبنان إذن؟ لا، ما هذا في تسويه وفي اتفاق بهالموضوع على صعيد الدوله اللبنانيه وعلى صعيد الاسرائيلي وعلى صعيد ما تبقى من الوجود المسلح الغير الشرعي على الاراضي اللبنانيه، فاذا هيدي السياده محفوظه ضمن اطار عام على صعيد ضمانات تعطى من جميع الجهات. يعني كمان مره ما بدنا نفوت بالتفاصيل الصغيره، لازم نشوف التفاصيل، مش التفاصيل، النقاط المهمه اللي هي اهم شيء هو نعم. مصير نعم. غير الشرعي لحزب الله. شكرا جزيلا بروفيسور ألان حكيم، وزير سابق وعضو المكتب السياسي بحزب الكتائب، كنت معنا من بيروت في استوديو الحدث. لكن بعد الفاصل، بحظر للتجوال وإجراءات أمنية، العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 37 عاما، ونتائجه تثير مخاوف سياسية واقتصادية. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين، ما فيش أكل، إناء يكفي كل النازحين، ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله، موقف الحرب يا علي. أوقفوها، تعبنا والله تعبنا. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني. أعلن المجلس خلاله رفض للشكوى الإسرائيلية
ضد بلاده في مجلس الأمن، مؤكدا أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائع تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له ضد العراق في إطار خطوة جديدة تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي، وذلك وفق بيان رسمي. أكد خلاله المجلس على أن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها. رئيس الوزراء العراقي وبصفته القائد العام للقوات المسلحة وجه الجيش والأجهزة الأمنية بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرات الدولة وتفعيل التوجيهات الأمنية السابقة وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، إضافة لتعزيز أمن الحدود والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة. كما طالب رئيس الوزراء العراقي قيادة الدفاع الجوي بتأمين سماء البلاد والأهداف الحيوية داخلها، وطالب الأجهزة الاستخباراتية برصد ومتابعة أي نشاط جوي معاد أو استهداف أراضيه وملاحقة مطلقي هذه الصواريخ. من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذا في ظل هذا التصعيد، هل فشل العراق في تحييد نفسه عن أن يدخل في مواجهة مع إسرائيل بسبب الفصائل التي فشل في السيطرة عليها وعلى تصرفاتها؟ لا، العراق لم يفشل، العراق قائم على إدارة الدولة العراقية على مدى أكثر من عام من صراع المنطقة في الشرق الأوسط والحرب العدوانية من قبل الكيان الصهيوني تجاه الأراضي الفلسطينية وكذلك لبنان، والعراق يعمل ليلا نهارا من خلال القائد العام للقوات المسلحة سيد رئيس وزراء سالم محمد الشيعة السوداني، وكذلك بالمقابل القوة السياسية العراقية في ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي والبرلمان العراقي، وكذلك بالمقابل القوات المسلحة العراقية على تحييد وعدم انزلاق العراق في هذه الحرب المفتوحة. وهذا عمل يعني قام به العراق بالعديد من المبادرات الدبلوماسية، بالعديد من استثمار علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الدول دائمة العضوية. وماذا عن علاقته بالفصائل؟ يعني كيف تقول أن الحكومة نجحت في تحييد العراق عن الانزلاق في هذا الصراع وفي نفس الوقت الفصائل تطلق صواريخ على إيلات؟ إذا تسمحي لي. فيما يخص الأراضي العراقية، يعني هنالك عمل كبير عملت عليه الحكومة العراقية في منع انزلاق يعني العراق بهذه الحرب المفتوحة التي يريد منها الكيان الصهيوني حقيقة جر العراق إلى هذا المسار. وحاول يعني محاولات كثيرة الآن حقيقة، سواء بزج صورة المرجع الديني الأعلى في النجف الأشرف وهو يعني مرجع إسلامي في العالم الإسلامي وقطب من أقطاب الاعتدال، وهذا ما تحدث به بابل، وحاولوا في قناة يعني تابعة للكيان الإسرائيلي من وضع وجر مشاعر المسلمين في العراق لهذه الحرب وكذلك مشاعر المسلمين في العالم، لأنه مرجع يتبعه يعني العالم الشيعي، وبالتالي هذا المسار الأساسي الذي يراد منه الآن كذلك بعد فشلهم بهذه الصفحة الآن جر الدولة العراقية من خلال هذه الشكوى. ولكن بالمقابل العراق يعمل عمل كبير جدا من خلال حلفاء شركاء ومن خلال علاقات الخارجية. تبقى قضية الفصائل، وهذه قضية تعمل الحكومة عليها عمل سياسي وحوار سياسي داخل يعني القوى السياسية العراقية، واتوقع انه هنالك يعني تحييد واضح في الاراضي العراقيه وحمايه واضحه للبعثات الدبلوماسيه، وكذلك بالمقابل انقطاع تام لاي هجمه على القواعد العسكريه التي كانت تحتضن البعثات الخاصه بالتحالف الدولي، وبالتالي هنالك التزام من قبل الدوله العراقيه بممارسه ادوار السياديه بصوره تامه جدا. لكن بالمقابل هنالك حرب مشتعله في المنطقه يراد منها حقيقه الذهاب بهذين العامين اللذان تحقق بها نجاح كبير للعراق من استقرار وتنمية وإعمار وتقدم وعلاقات خارجية ممتازة، ومع الدول الجوار الستة لدينا علاقات متميزة، وهذا مقارنة بمئة عام مرت على العراق كانت صعوبة في هذا الوصول إلى هذه النقطة. وبالتالي هنالك من يريد أن ينقلنا إلى أجواء الحرب لكن لا يستطيع، لأن هنالك قيادة سياسية واعية لهذا الموضوع من قبل السيد رئيس الوزراء. تقول هناك من يريد أن ينقلنا إلى أجواء الحرب، مثل من؟ إذا ممكن تعيدين السؤال. تشير لمن؟ تقول هناك من يريد نقل يعني أجواء. هنالك أعداء للدولة العراقية في مقدمتها الآن الكيان الصهيوني. نحن على
يعني عدم اعتراف بالكيان الصهيوني يعني منذ يعني تأسيسه ولغايه الان. ولذلك هنالك محاولات لجرح. انا اسال عن الداخل العراقي وعن الفصائل العراقيه اللي حتى رئيس الوزراء رئيس الحكومه العراقيه محمد الشيع السوداني كان قد وجه القوات المسلحة بملاحقة أنشطة هذه الفصائل العسكرية والتي تأتي خارج إطار الدولة. أنا أتحدث أسألك عن هؤلاء. وهذا 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 ما لم يحدث الآن أو يسجل أنه من داخل الأراضي العراقية حدث شيء بهذا المسار. يعني حتى الآن الممارسات الأمنية لقواتنا المسلحة سواء على الحدود أو على انتشارها في مواقعها يعني الخاصة بقواطع العمليات لم يسجل هذا المسار، لكن هنالك بين الحين والآخر هجمة تأتي بإطار سياسي، بإطار إعلامي، وبإطار تسريبات معلومات استخبارية، محاولة الضغط على الحكومة العراقية لأخذ مواقف، لكن حكمة القيادة السياسية العراقية، علاقاتها المتميزة، التنمية، العراق فاعل في قطاع الطاقة، يعني هذه النقطة الأساسية التي لا يدركها من يتكلم حقيقة أو يلقي بهذه المعلومات المضللة أو تظهر التصريحات أو كذلك الممارسة الفعل للكيان الصهيوني الآن برسالته إلى مجلس الأمن. ولكن إذا كانت معلومات مضللة دكتور حسين، كان رئيس الوزراء العراقي سيقوم بكل هذه الإجراءات التي أعلن عنها بالأمس؟ أكيد طبعا. يعني هذه الإجراءات بالمناسبة هي ليست لحظة الاجتماع وإنما ما قبل هذا الاجتماع. يعني منذ أزمة غزة السيد رئيس الوزراء يتابع متابعة يومية ليلا نهارا لقواطع العمليات مع القوات الأمنية مع الأجهزة الاستخبارية لمنع أي تهديد يهدد الدولة العراقية سواء داخليا وكذلك منع وجود ذراع يعني العدوان الخارجي على العراق، وهذا ما يعمل عليه لأن هذه وظيفة القائد العام للقوات المسلحة في حماية الأمن القومي وتعزيز الاستقرار وتعزيز التنمية. طيب ما الذي سيقوم به رئيس الحكومة الآن من الناحية الأمنية؟ هو اتخذ بعض الإجراءات ووجه باتخاذ بعض الإجراءات، ولكن على الناحية السياسية ما الذي سيفعله رئيس الحكومة العراقي مع الفصائل؟ يعني هل سيفتح حوارا جديدا معها؟ تقول الفصائل تقوم أحيانا ببعض بهذه العمليات لتضغط على الحكومة لتسجل مواقف، هل ستسجل مواقف؟ لا أكيد لن يصل هذا الموضوع إلى هذا المسار، ولكن بالمقابل سنستمر بالحوار السياسي مع كل هذه المجموعات التي كان لديها صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وكذلك بالمقابل تحاول أن تنخرط بشكل منفرد في هذا الصراع المفتوح، لكن بالمقابل قواعد الدولة العراقية وأصول الدولة العراقية وهذا ما تحدث به السيد رئيس وزراء أن قرار الحرب والسلم هو قرار الدولة وقرار كذلك بالمقابل بيد المؤسسات الدستورية، وهذا بالتالي ما يعني ان هنالك دعما شعبيا تاما، دعما سياسيا من قبل ائتلاف اداره الدوله والاطار التنسيقي الى خطوات القائد العام للقوات المسلحه، وهذا بالمناسبه ليس في هذه اللحظه وانما في بدايه ازمه غزه كان هنالك تأييد كامل الى السيد رئيس الوزراء في كل الخطوات التي يتبعها، ولكن نحن نركز على الحوار السياسي، نركز كذلك على منع انخراط العراق بهذه الحرب ومنع استثمار. لكن الإجراءات الجديدة، اسمح لي دكتور حسين، ألا تعكس حجم المخاوف لدى العراق خاصة بعد شكوى إسرائيل في مجلس الأمن؟ لا أكيد لدينا مخاوف، وهذا ما عبر عنه السيد رئيس الوزراء في الأمس في البيان الذي صدر عن مجلس الأمن القومي العراقي، أشار بصورة واضحة لأن هنالك ذرائع تحاول أن تسوق وتحاول أن تضلل الرأي العام الدولي وتضلل مواقف الدول باتجاه العدوان على العراق، لكن بالمقابل العراق يمتلك منظومة علاقات متميزة الآن عمل عليها على مدى السنتين مع حلفاء الاستراتيجيين سواء الولايات المتحدة الأمريكية سواء المملكة المتحدة فرنسا، وكذلك بالمقابل الدول دائمة العضوية الدول الأوروبية، لاحظنا انخراط العراق كذلك في المبادرات التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وكذلك الأردن وكذلك بالمقابل الدول العربية نعم. والإسلامية، وكان دور فعال في نعم. يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا. شكرا جزيلا مستشار رئيس الوزراء العراقي دكتور حسين علاوي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. شكرا. ودخلت جميع المحافظات والمدن العراقية من ضمن أقليم كردستان العراق في حظر شامل للتجوال يستمر يومين لإتمام عمليات التعداد العام للسكان عقب مرور 37 عاما على آخر تعداد شهده العراق، حيث تعد هذه الخطوة محورية لجمع بيانات عن السكان للاستفادة منها في التخطيط والتنمية مستقبلا. وزارة التخطيط العراقية أوضحت أن عمليات الإحصاء السكاني تشمل من هم في الداخل فقط، أما عراقيو
الخارج سيتم تعدادهم في مرحلة لاحقة. بحسب وزارة الداخلية فإن سريان توقيت فرض حظر التجوال بدأ منتصف الليلة الماضية، حيث سيشمل كافة القطاعات إلا باستثناء الحالات الإنسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الأمنية والطبيعية. وزارة التخطيط العراقية أعلنت أن عملية التعداد تبدأ بملء استمارة تتضمن 72 سؤالا تشتمل على 6 محاور أساسية تتعلق بالصحة والتعليم والخدمات والبيانات الفردية والعمل والسكان، كما أن 120 ألف باحث ميداني سيشاركون بإجراء عمليات التعداد في 18 محافظة عراقية من ضمنها إقليم كردستان. وزارة التخطيط أوضحت أن استمارة التعداد لا تتضمن أي أسئلة تتعلق بقومية أو مذهب أو طائفة المواطن. أيضا بحسب الوزارة فإن تقديرات عدد السكان ستكون وفق معلومات الخصوبة والإنجاب، هي الطريقة المعتمدة عالميا. كما أعلنت الوزارة أن النتائج الأولية ستظهر خلال 48 ساعة والتفصيلية خلال شهرين، مضيفة أن الميزانية المخصصة لإجراء عمليات التعداد بلغت 450 مليار دينار. وزارة التخطيط أوضحت أن عدم وجود إحصاء سكاني ومعلوماتي خلق الكثير من الإشكاليات في كافة المجالات الحياتية والخدمية، حيث لا توجد صورة واضحة للمشهد العراقي. من بغداد ينضم إلينا مراسل الحدث جابر جمال، ومن أربيل مراسل الحدث أحمد الحمداني. أهلا بكما، أتعرف منكما على الإجراءات المتبعة في هذين اليومين اللذين يقوم العراق فيهما بالتعداد السكاني. أبدأ معك إذا من بغداد زميلي جابر جمال، ما هي الإجراءات؟ ما الذي يحدث اليوم في العراق؟ نعم ضحى، التعداد السكاني بدأ رسميا منذ الساعة 7 صباحا، حيث تقوم فرق التعداد السكاني التابعة إلى وزارة التخطيط ومن تم تدريبهم لهذه الأيام بالتجوال في مناطق المدن السكنية وكذلك المدن الريفية وجميع القصبات وجميع محافظات العراق بوقت واحد. انطلقت هذه الفرق وبالتالي هنالك حظر للتجوال من أجل السيطرة على حركة المواطنين والإسراع بعملية حصر أعداد المواطنين وكذلك حصر المنازل. هذه العملية التي سعت إليها الحكومة العراقية عملت عليها منذ سنوات طويلة، لكن خلال الحكومة الحالية ركزت على تنفيذ هذا التعداد والذي أدرج في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. بالتالي هنالك الآن عملية عد وفرز للمنازل ولمساكن المواطنين. يعني كيف يعني يذهب الموظف إلى المنزل؟ قبل ثلاثة أيام بدأ هنالك فعلا. سأنتقل بهذه العملية بشكل مباشر ضحى إذا تسمعينني. هنالك الآن نحن نقف في أحد الأزقة في وسط العاصمة العراقية بغداد ونتابع مع الباحثين، نحن رافقناهم حقيقة منذ ساعة الصباح، والآن نحن في يعني هذا الزقاق وهنالك باحث تابع إلى وزارة التخطيط يقوم بعملية الإحصاء من خلال طرق بيوت المنازل الدار تلو الآخر بعملية منظمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ الساعة 7 صباحا بدأت عملية العد. نعم. كيف تسير العملية حتى الآن؟ الحمد لله والشكر، كل الأمور يعني كل البحث الميداني مسيطر عليه وضمن والناس تعاملهم حلو ويتعاونون وكل هذا تقدمنا. نعم. سابقا كان التعداد ورقي بطريقة معقدة، لكن الآن أصبح بعملية حديثة باستخدام الأجهزة الإلكترونية، كيف ساعدتكم على إنجاز الموضوع؟ سرعة طبعا هو الأجهزة الإلكترونية يصير بها سرعة عمل، سرعة استجابة أثناء أيضا بالعمل. طيب استجابة المواطنين معكم وتفاعل المواطنين، كيف تقيمون استجابة المواطنين لعملية التعداد لطرح الأسئلة، خاصة وأن الأسئلة طويلة نوعا ما 72 سؤال تقريبا؟ نسبة ثقافة الشعب العراقي إن شاء الله نسبة ثقافة عالية، واللي يجهل الموضوع إحنا نقوم بدورنا كباحثين أنه نفهمه شنو التعداد وشنو فائدته للبلد. إذا نتحدث عن طبيعة عملكم، أنتم أكثر من فريق يقسم على المناطق والوحدات الإدارية، بالتالي الباحث الواحد كم منزل يقع على عاتقه؟
مو شرط، عندنا باحثين يعني على مناطقهم اللي تقسمت على البلوكات على المربعات، أكو مربع من 50 بيت إلى 150 بيت، وأكو باحثين يوقع عليهم من 100 بيت إلى 200-240 بيت. مهامك ممكن يوم تكملها لو تستمر ليوم غد أيضا؟ تقريبا يعني أنا بالصفحة الأولانية اللي انفتحت، الصفحة الإلكترونية الأولانية بالعد الأسر، استغرقت عندي 5 أيام معدل العمل من 8 صباحا إلى 2 بعد الظهر، بعد بعد الليل. اللي أحصيته ممكن ترجع اليوم حتى تحدث، ممكن تكون عملية ولادة، عملية وفاة أيضا. حاليا اليوم اللي انفتحت بالـ7 الصبح اللي طلعنا لها، هاي الصفحة الثانية من التعداد، إنه اليوم التحديث اللي وفيات إذا كان أو إذا صارت عندهم ولادات. شكرا جزيلا. ضحى، بطبيعة الحال العملية مستمرة، وقبل أن تبدأ اليوم بشكل رسمي قبل 3 أيام باشرت هذه الفرق في المناطق وفي المحافظات العراقية باشرت بعملية إحصاء وترقيم المنازل والأعداد المواطنين أيضا، واليوم ويوم غد هو يكون عملية التأكيد، العودة مرة أخرى إلى المواطنين من أجل إضافة التحديثات. طيب أذهب لأربيل إذن، حيث مراسل الحدث أحمد الحمداني. أحمد، لدى الدولة تخوفات أمنية واقتصادية من عملية التعداد، لهذا لم تحدث منذ فترة طويلة جدا، ما الإجراءات التي تتبع عندك، وأيضا ما مدى التخوف لدى المواطنين؟ هناك مواطنين لديهم معلومات يعني يعتقدون بأن يعني يريدونها أن تكون سرية، مثل مثلا أعداد الزواج، أعداد الأبناء. طبعا بداية نقف في مخيم بحركة للنازحين في إربيل، والذي ما يزال يضم نحو 150 عائلة من مجموع 800 عائلة كانت موجودة في هذا المخيم، وفرق التعداد السكاني تتجول في هذا المخيم من أجل إتمام عملية التعداد السكاني، المرحلة ربما تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة بحسب ما أبلغنا، أن هناك مرحلة أخرى بعد عدة أيام ستكون أيضا، لكن دون أن يكون هناك رافقة حضر التجوال. طبعا فقط دعيني أنتقل بالصورة إلى 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 هذه العائلة أو إلى الفريق الذي يقوم بعملية التعداد السكاني. طبعا الأخ أبو عمر هو من موصل، من سكان أصليين الموصل، يقوم بتقديم أوراق الثبوتية إلى فرق التعداد السكاني من أجل إثبات أو من أجل الانضمام والتسجيل في هذا الحملة، حملة التعداد السكاني العام في العراق. مرحبا أستاذ أبو عمر. مرحبا أخوي الأستاذ. اليوم شنو اللي واجهتوه أو شنو اللي شفتوه بهذا التعداد؟ هل أنتم بعيدين عن دياركم، بعيدين عن مدنكم الأصلية، يعني تودون أن تعودوا إلى مناطقكم، أم أن التعداد أجبركم على أن تبقوا هنا أم النزوح؟ والله التعداد ما أجبرنا، هو لازم هذا يتم التعداد لأن العراق كله، بس قاعدتنا هنا غصبا عنا لأن ماكو يعني الحاجة، الإيجارات تعرفون أنتوا غالية موت، وبالنسبة لي يعني صاحب عيلة، وأنا أشوف حتى اللي شو اسمه هاي الورقة مال الرعاية الاجتماعية، أنا من مواليد 59، طلعت يوم 19/2/23 ولحد الآن أنا ما جاني راتب رعاية، أنا من مواليد 59 يعني عمري 64 سنة. أحمد، وصاحب عملية ما ربما هذا التعداد سيساهم في 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 أكثر من في فائدة للنازحين وغيرهم. طبعا ضحى، سنبقى في متابعة معك أحمد، شكرا جزيلا. مراسل الحدث أحمد الحمداني كنت معنا من أربيل، وجابر جمال من بغداد شكرا جزيلا لكما. من بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أقصى حالات الإنذار في صفوف القوات المسلحة وصلت للحالة جيم بسبب التعداد السكاني، لماذا؟ ما هي المخاوف الأمنية والاقتصادية والسياسية من عملية تجرى في كل الدول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو هذا تحدي، هذا تحدي. يعني احنا منذ 27 عام اجرينا تعداد، لكن ما شمل الاقليم في وقتها، كانت عارفين يعني تحت سيطره قوات التحالف في وقتها، واخر تعداد 87. يعني تحاول الدوله ان تكون العمليه ناجحه، ان تكون رغم اللغط اللي طبعا هم يعدون لها منذ عده سنين هذا الموضوع، لكن رغم اللغط اللي حاصل شويه بالشارع، تعرفين مرينا بظروف امنيه صعبه، انتم اكيد عشتوها ويانا من خلال الاعلام، وكنا نطلع وياكم في ظروف صعبه جدا. فالمواطن بدا يخاف يكشف عن اولاده، يخاف يكشف عن بيته، يخاف يكشف عن تحاول الدوله ان تطمئنهم، واحنا بنحاول نطمئنهم. يعني تعرفين 70 سؤال، لكن هنالك موضوع واحد يعني اريد ان اتطرق اليه في هذه المناسبه. يعني احنا بدينا عملياتنا السياسيه بال2003 مستنده على سنه شيعة كرد. يعني حقل المذهبيه صح ما انطرحت بصوره رسميه، لكن كل تعييناتنا وكل وظائفنا وكل الدوله تعمل بالمحاصصه طائفيه، هذا واضح ليس سرا، وانتم ونحن وكل مواطن عراقي عرفه. هذا مدير عام سني، هذا مدير عام يجب أن يكون شيعي، هذا الوزير شيعي، نائب الوزير سني. طيب لذلك اليوم الشارع دي يسأل يقول لماذا لم يضعوا المذهب في الـ في الـ في الـ في القائمة، يعني في التاب اللي يتضمن 70 سؤال. قسم من المثقفين سألوا هذا السؤال، قالوا أنتم من شنو مستحين، إحنا حياتنا كلها من بعد 2003 معتمدة على هالموضوع هذا، يعني نتكلم بالمذهبية، فلماذا لا تتكلمون بالمذهبية والقومية؟ هنالك بعض الأصوات. خليني أسألك سؤال مباشر، يعني هل هذا التعداد سيؤثر على نظام المحاصصة السياسي، وبالتالي التعداد السكاني يعني سيؤثر على يعني أي زيادة فيه، ستكون بقى سنة شيعة، ستكون عدد السنة أكثر، عدد الشيعة أكثر، وبالتالي يؤثر ذلك على المحاصصة؟ لا لا لا، ما راح تنكشف، ما راح تعرف، ماكو حق عندنا انت سني لو شيعي لو كردي لو مسيحي، ما عندنا هذا الحق، ما موجود، فلذلك ما راح تبين، راح يبقى نفس الوضع. الشيعة يقولون نحن أغلبية والسنة أقل ثم الكرد أقل وهكذا، وبهذه الطريقة توزع المناصب. طيب هذا بالنسبة للمحصصة، ماذا بالنسبة للوضع الاقتصادي؟ يعني المخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة هل ستتغير؟ إلا فقط في حالة الإقليم، في حالة الإقليم، لأن هم كانوا يأخذون 17% مثلا، كانوا 12%، طلبوا 17، قد تصل إلى 21. بالمناسبة هنالك نقطة خطرة جدا حدثت يوم أمس أيضا، سأذكرها، يعني المراسلين ما ذكروها، أتت شكاوي كبيرة من محافظتي كركوك والموصل حول تدفق مئات بل آلاف الأكراد من الإقليم إلى هاي المحافظات ليلا ونهارا. هذه المعلومة اللي وصلت ونشرت فيديوهات في هذا الموضوع، قيل بأنه ربما من أجل المناطق المتنازع عليها، تعرفين موضوع قانون 140، وقسم آخر قالوا بأنهم هؤلاء أساسا من أهل هذه المناطق الأكراد، لكن في 2017 تركوها. إذا تذكرين في 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 في, في زمن العبادي عندما دخل إلى هذه المحافظات، محافظات يعني الكركوك و بقية المحافظات واستعادتها، رجعت إلى الحكومة، رجعت إلى الحكومة الاتحادية. فقيل أنه دولة تركوها فدي يرجعون إلها، لكن أيضا أثير لغط في هذا الموضوع. وما ننسى هذا البيتي لأنه تبقى دقيقة واحدة، تقول ليس من بين 72 سؤال موضوع المذهب والطائفية، ولكن في أي معاملة حكومية أنت تعطي الهوية، الهوية الوطنية، الهوية العراقية، صحيح؟ مكتوب فيها المذهب؟ مكتوب؟ لا 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 لا، ما مكتوب، ما مكتوب، ما مكتوب المذهب، لا لا ما مكتوب نهائيا. مو احنا مشكلتنا قبل ما تروحين، مشكلتنا امام العالم، نحن لا نعترف بهذه الامور، لكن على ارض الواقع، على ارض الواقع لا، هذه الامور متعايشه معنا في 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 كل نظامنا السياسي، حتى على مستوى الوزارات السياديه اللي هي الامن والداخليه والدفاع، نفس الوضع، نفس الوضع أيضا. طب إذا كان الموضوع بهذه البساطة، لماذا لم يحدث هذا التعداد من قبل يعني؟
لا هذا التعداد لا مو بهالبساطة، هذا قبل عدة سنين كانوا يعملون عليه، والآن السوداني أصر بأنه يعملون هذا التعداد. سنبقى في متابعة صعب هذه العملية. صعب جدا. شكرا جزيلا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية سرمد البياتي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. وعلى رأس الساعة أعود ألقاكم من جديد، إلى اللقاء. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، رتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم سريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت، حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل؟ أخباراً
غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكهة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك انك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها اثر على اجيال قادمة لعشرات السنين؟ انت الان تتابع الاخبار، تشاهد احداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الآن استوديو الحدث. استوديو الحدث في ساعته الثانية، أحييكم وإلى أبرز العناوين. هوكشتاين يلتقي بري من جديد اليوم لحل القضايا الخلافية، وتل أبيب تترقب وصوله بإجابات. إعلام إسرائيلي يكشف خطة لإدارة عسكرية إسرائيلية لغزة، وفيتو أمريكي يترصد مشروع قرار لوقف الحرب في مجلس الأمن. ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تقدم مشروعا يدين نووي إيران بالوكالة الذرية، وطهران تحذر وتعتبره تعقيدا للأمور. إعلام رسمي إيراني يؤكد تعطل نظام بنك الإيراني بعد تعرضه لهجوم سيبراني. بحظر للتجوال وإجراءات أمنية، العراق يجري أول تعداد للسكان منذ 37 عاما، ونتائجه تثير مخاوف سياسية واقتصادية. أفاد مراسل الحدث بأن الكابينت الإسرائيلي الأمني المصغر سيجتمع غدا مساء في تل أبيب للبحث في ملف وقف إطلاق النار على جبهة لبنان والوضع على جبهة غزة، وذلك بعد أن يكون المبعوث الأمريكي أمس هوكشتاين أجرى مباحثاته في إسرائيل بعد عودته من لبنان. هذا ولا يزال هوكشتاين في لبنان، حيث كشفت مصادر أنه سيلتقي من جديد اليوم رئيس البرلمان نبيه بري ليدلي بتصريح صحفي بعد ذلك ظهر اليوم. وبينما تنتظر تل أبيب وصول هوكشتاين، كشفت مصادر الحدث أن بعض النقاط الجوهرية المتعلقة ببنود المقترح الأمريكي للتهدئة لا تزال عالقة، أهمها حرية الدفاع عن النفس وترسيم الحدود. أضافت المصادر أن هوكشتاين قرر البقاء في لبنان لمواصلة النقاشات حول النقاط الخلافية قبل التوجه إلى تل أبيب. كما أشارت مصادر أخرى للحدث أنه تم الاتفاق على بعض البنود التي كانت خلافية، وبينها ما يتعلق بمشاركة البريطانيين والألمان في لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701، حيث تم الاكتفاء بمشاركة الأمريكيين والفرنسيين ودول عربية والأمم المتحدة. في حين لا تزال نقطة ترسيم الحدود عالقة، حيث أبدى بري اعتراضه باعتبار أن الحدود مرسمة أساسا، وبحسب المعلومات فإن هناك التزامات لبنانية وتعهدات بموضوع جنوب الليطاني لن تدرج في الاتفاقية الخطية. من جانب آخر، قال وزير الخارجية الفرنسي إن الفرصة سانحة لاتفاق دائم لوقف النار في لبنان وعلى الجانبين انتهازها. وميدانيا، وفي ثاني استهداف خلال أقل من 24 ساعة، قتل جندي لبناني وأصيب آخر باستهداف إسرائيلي آليتهم العسكرية على طريق برج الملوك القلاعة في الجنوب، وفق ما أعلن الجيش اللبناني. أمس أعلن الجيش مقتل 3 من عناصر الجيش اللبناني وإصابة 17 آخرين بينهم مدنيون إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركزا للمخابرات في بلدة السرفاند قرب صيدا.
على الجانب الآخر، أفادت مصادر الحدث بإصابة 4 جنود إسرائيليين بسقوط مسيرة قرب مسكنهم داخل معسكر للجيش شمال عكا. كان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أن 3 مسيرات دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان، وأوضح أن مسيرتين سقطتا في أماكن مفتوحة، واحدة بالقرب من معسكر للجيش بالقرب من عكا، والثانية قرب منشأة عسكرية بالقرب من نهرية، أما الثالثة فسقطت شرق حيفا. على بيت كنيست. ومن حيفا ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. زياد أهلا بك، أبدأ معك دائما من الوضع الميداني أولا، وأي تطورات جديدة لديك؟ في الساعة الأخيرة يسود هدوء حذر المنطقة الشمالية بعد الهجوم المسير الذي كان كما أسلفت في المقدمة 3 مسيرات انفجرت في 3 مواقع، أحدها كان قاعدة عسكرية أو معسكر في الجليل الغربي قرب نهرية، أضرار مادية وإصابات، الثانية أيضا في محيط معسكر في منطقة عكا في الجليل، والثالثة هنا في حيفا في المنطقة الواقعة إلى الشرق من حيفا أيضا انفجرت مسيرة. الدفاعات الجوية الإسرائيلية حاولت التصدي للمسيرات لكنها أخفقت، أيضا عدد من الصواريخ انطلق على الجليل الأعلى، لكن مع ذلك علينا أن نشير ضحى إلى أن التقديرات الإسرائيلية حاليا بأن حزب الله قد يدأب يوميا على توسيع رقعة الاستهداف ونوعية الصواريخ المستخدمة وصولا إلى تل أبيب كما حدث أمس وأول أمس، هذا بات ملاحظا كل يوم تقريبا هناك رشقة صاروخية تجاه تل أبيب. ونبقى في التوقعات الإسرائيلية أيضا، ولكن على المستوى السياسي زياد، كيف تترقب إسرائيل زيارة هوكشتاين بعد وجوده في لبنان على مدار يومين، وأيضا سيكون هناك اجتماع اليوم أو غدا في إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في لبنان، وأيضا ما يتعلق بجبهة غزة، هل هذا مسار مختلف أم تحضير لزيارة هوكشتاين؟ هو يأتي في إطار التحضير لتبعات زيارة هوكشتاين، لأنه سيتم غالبا سيتم بعد أن يكون أجرى مداولات مع نتنياهو ومع وزير الدفاع ومسؤولين آخرين. التقديرات في إسرائيل بأن الأمور تسير بشكل إيجابي في على طريق التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار مع لبنان، لكن هذا لا يعني بأنه سيعلن خلال أيام، هذا قد يستغرق وقتا حتى أسابيع وفق الإسرائيليين. في إسرائيل بالنسبة لهم الأمر الأهم هو أن إسرائيل وافقت على العرض الأمريكي، توصلت إلى تفاهم عبر رسالة ضمانات أمريكية منفصلة عن الاتفاق لن تكون جزءا منه، تتيح لإسرائيل إحباط أي تهديد وخرق لـ 1701 من جانب واحد، وبالتالي الآن تبقى تسوية بعض النقاط الخلافية في الصياغات المتعلقة بقضية حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية بأن تكون للطرف الآخر أيضا يكون حق كهذا، وبالتالي سيكون حق مشترك للدفاع عن النفس لكل طرف قد يسد هذا الخلاف في هذا الإطار، بالإضافة إلى لجنة الإشراف أو التحكيم، هي أساسا لجنة التحكيم برئاسة الولايات المتحدة. نعم، شكرا جزيلا لك زياد على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي كنت معنا من حيفا. من صيدا جنوب لبنان ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. محمد أهلا بك. إذن يعني في ثاني استهداف خلال أقل من 24 ساعة، استهداف إسرائيلي لجنود في الجيش اللبناني، التفاصيل معك. نعم، يعني استهدفت مسيرة في منطقة برج الملوك آلية يعني إسعاف للجيش اللبناني، فان إسعاف للجيش اللبناني، مما أدى إلى سقوط جندي وإصابة 3 آخرين. أيضا يعني بالأمس كان هناك غارة على مركز تابع للمخابرات
في منطقة السرفانت، مما أدى إلى سقوط 3 عناصر وإصابة 17 آخرين بينهم مدنيين وعسكريين. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي لا يزال مستمر بغاراته، كان هناك غارات تستهدف محيط بلدات الناقورة، عيتيت، زبئين، خانة، أيضا بلدة حنين الجبين المنصوري، دير أنون، رأس العين، وفي سور، أيضا في قضاء النبطية، كفر تبنيت وبلدة تبنين، خانة أيضا تعرضت لغارات، ما يعني أن الغارات الإسرائيلية مستمرة وبزخم كبير. المدفعية الإسرائيلية لا تزال تقوم بقصف عدد من البلدات الجنوبية مثل برج ألواي، برج رحال، البرج الشمالي في هذه في منطقة سور. أيضا الطيران أو المسيرات لا تزال تحلق على علو منخفض فوق معظم بلدات الجنوب، خاصة فوق الخيام، الخيام التي يحاول الجيش الإسرائيلي منذ مساء الأمس التقدم واختراق تلك البلدة والدخول إليها بعد عملية التفاف تقدم بها الجنود من لواء فلاني، واشتبكوا من الجهة الشمالية والشرقية، اشتبكوا مع مقاتلي حزب الله، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. قام الجيش الإسرائيلي بإرسال بعض التعزيزات لسحب المصابين من ساحة المعركة، فعناصر حزب الله استهدفوا هذه التعزيزات بصليات صاروخية ومدافع الهاون، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات. أيضا بنت جبيل كانت عرضة لمحاولة تقدم للقوات الإسرائيلية، اشتبكوا مع مقاتلي حزب الله، مقاتلي حزب الله يستخدمون مدافع الهاون وصواريخ الجراد بكثافة لمنع تقدم القوات الإسرائيلية واستهداف الوحدات الراجلة التي تتوغل من الأودية ومن المساحات الخالية خارج البلدات في محاولة للدخول واختراق تلك البلدات. أيضا مثلث شمع دير حرفة أيضا يشهد عمليات القوات، مقاتلي حزب الله يستهدفون مربط المدفعية التي شكلته أو نصبته بطاريات المدفعية التي نصبتها القوات الإسرائيلية، يستهدفونها بصليات صاروخية حسب بيانات حزب الله. كل هذه التطورات محمد سنبقى دائما في متابعة معك حولها، وشكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. الصحفي محمد البابا كنت معنا من صيدا جنوب لبنان، شكرا جزيلا. من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. في الحقيقة أريد أن أبدأ من هذا التصعيد الإسرائيلي في أكثر من غارة، نتحدث عن غارتين في أقل من 24 ساعة تستهدف عناصر من الجيش اللبناني، لماذا؟ أولا التصعيد متبادل، هو من إسرائيل وأيضا من حزب الله، وهو جزء من المفاوضات كما يبدو. في إسرائيل يعتقدون أن إصابة جنود لبنانيين هو بالخطأ وليس بالقصد، ولكن من يصدق هذا الأمر؟ لأن المستهدف عموما في هذه الحرب ليس فقط حزب الله، وأيضا الشعب اللبناني والدولة اللبنانية، نوع من الضغط عليهم لكي يمارسوا ضغطا على حزب الله، وهذا الأمر سبق وتم أيضا في قطاع غزة كما نعرف. طيب نتحول معك للمشروع الجديد في مجلس الأمن، مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة على طاولة مجلس الأمن. كان مجلس الأمن كما نتذكر مع حضرتك في 15 يونيو، في 10 يونيو أيضا وافق على مشروع قرار أمريكي 2735 كان ينص على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الانسحاب الإسرائيلي. ما المتوقع من هذه الجلسة؟ هل يمرر قرار لوقف إطلاق النار، خاصة مع ظروف ربما يصفها البعض بأنها مهيئة بوجود ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية إذا فعلا تريد وقف إطلاق النار، هل يجب عليها أن تمرر هذا القرار إذن اليوم؟ كان هنالك توجه من الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن لمعاقبة إسرائيل على سياستها وعرقلتها الذهاب إلى صفقة تبادل أسرى، وكان التفكير هو أن تتخذ الولايات المتحدة موقف الممتنع، وبذلك تبيح أو تفتح الباب أمام قرار. اليوم الأمريكيون يؤكدون أنهم لن يصوتوا إلى جانب هذا القرار، بل سيصوتون ضده، عمليا يستخدمون الفيتو، لأنه يخلو من جملة تتحدث عن إعادة المخطوفين الإسرائيليين من أسر حماس. وعمليا هذه الجلسة ستكون جلسة فقط استعراض للمواقف،
تحرج الولايات المتحدة، ولكنها تعزز أيضا موقف الولايات المتحدة في إسرائيل. وهذا قد يساعد، ربما بايدن أو إدارة بايدن تفكر بأن هذا من الممكن أن يساعد على التقدم إلى الأمام في موضوع لبنان. سيد نظيف، تعلم حضرتك أنه قبل أي جلسة يكون هناك في مشاورات بين الدول للتوصل إلى قرار، ويعني يكون كل طرف عارف ما هي التحفظات أصلا قبل هذه الجلسة. بالأمس مثلا يعني هذه الجلسات استمرت حتى وقت متأخر بالأمس، وكان هناك اعتراض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على واحدة من البنود التي كانت تشير إلى التدابير المؤقتة التي كانت أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد النظام ضد إسرائيل. لكن لتخطي هذه العقبة تم يعني تجاهل أو حذف هذا البند. هل يسهل هذا الطريق على أن تكون هذه الجلسة أكثر من عرض وجهات النظر، أن تخرج بقرار حقيقي؟ يعني أنا أعتمد على ما يقولونه في إسرائيل. في إسرائيل يؤكدون أن هذه الجلسة ستفشل في اتخاذ قرار المجلس الأمن. ما سيفشلها على حسب ما تقول إسرائيل؟ الفيتو الأمريكي بسبب البند الناقص الذي يتحدث عن إعادة المخطوفين. وهنا يعني توجد إشكالية في هذا الموضوع، لأن عمليا ما يجري في قطاع غزة هو ليس فقط حوار حول اتخاذ قرار هنا أو تقديم مساعدات هناك، هناك محاولة إسرائيلية لإحداث تغيير في الأمر الواقع على أرض غزة. ولهذا القضية البحث في المجلس الأمن كان ينبغي أن تأخذ شكلا آخر فيه تركيز على هذا الجانب، وهذا الأمر للأسف لا، ليس هذا هو سلم الأولويات حسب القرار، ولذلك يسهل على الولايات المتحدة أن تقول لا له. نعم. طيب بالنسبة لإسرائيل أيضا وفي الداخل الإسرائيلي، أستفيد من وجودك معنا حول ما يحدث على الجبهة الأخرى، لبنان وهذا التصعيد الحاصل على الحدود، وأي أجواء تتحضر بها إسرائيل لوصول هوكشتاين بعد يومين في لبنان. هل فعلا الأرضية مهيئة من وجهة النظر الإسرائيلية؟ هل الأرضية مهيئة لوقف إطلاق النار على لبنان؟ المشكلة في إسرائيل دائما أنه لا نستطيع أن نقول إسرائيل، لأنه دائما يوجد خلافات في داخل إسرائيل حول هذا الموضوع. الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت الآن أن تكون واقعية تجاه هذا البحث الجاري في لبنان، المسألة تقريبا منتهية. إسرائيل دخلت هذه الحرب بهذا التصعيد في الاجتياح البري لكي تمنع أو تخلق ظروفا تمنع إمكانية أن يدخل حزب الله بخلايا للبلدات الإسرائيلية، وبذلك يتاح إعادة المواطنين الإسرائيليين النازحين عن بيوتهم. هذا الأمر متوفر، هذا توفر بهذه الحرب. الآن كل الحديث، وحزب الله وافق على أن لا يكون لديه وجود في الجنوب الليطاني. قضية القصف، أنها يعني يخافون من قصف، هذا القصف ممكن أن يأتي من العراق ومن اليمن ولا علاقة للبنان فيه. وإذا عمليا الظروف التي مهيئة جدا للذهاب إلى اتفاق. القضية الأساسية الآن هي كيف يتم تجربة هذا الاتفاق، ونحن يعني نتحدث عن اتفاق، لكن الحقيقة هي أن نتحدث عن فترة التجربة هي التي تحكم إذا كان هذا الاتفاق يتقدم إلى أمام أم لا. دعنا نتحدث عن المؤشرات، ومن ضمن المؤشرات ربما ما يخرج الآن من عواجل من أخبار عاجلة وتصريحات من مصدر من حماس للعربية والحدث، يقول نتابع مسار التهدئة في لبنان ونتفهم مواقف كافة الأطراف. إذا نتابع معكم مشاهدين هذه التصريحات والأخبار العاجلة، تصريحات من مصدر من حماس للحدث تقول نتابع مسار التهدئة في لبنان ونتفهم مواقف كافة الأطراف. إذا حول هذه التصريحات أيضا أناقشها معك، ما الذي يعنيه ذلك؟ يقول أيضا ما يحدث مناورات أمريكية لن تفضي إلى اتفاق في لبنان ولا في غزة، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ هذه دفعة من حماس لحزب الله تستطيع أن تفصل بين الجبهتين. يعني هذا الأمر الذي كان محرجا لحزب الله وحسب تصريحات كل قادته، الآن يستطيع حزب الله أن يذهب إلى اتفاق، ولا تمانع حماس في ذلك، مع أنها طبعا تشكك في النوايا حتى الأمريكية حماس، وهذا موضوع آخر. لكن الأمر الجوهري في هذا الموضوع هو هذا الفصل ما بين الجبهات. هذا التصريح باعتقادي هو أيضا إشارة إيجابية على إمكانية أن تكون هناك عملية تفاؤل في المفاوضات.
لأن موقف حماس بهذا الشأن بالغ الأهمية بالنسبة على الأقل للإعلام. يعني حماس طبعا كانت قد أبلغت حزب الله بهذا الشأن، لكن الآن يعني تقول أنه يعني قراءتك أنه حماس تحاول أن ترفع الحرج عن حزب الله، ويعني تعطي مؤشرات أنه يعني يمكن فصل الجبهتين، ولكن بعدها مباشرة التصريحات أيضا تقول حماس تقول ما يحدث هو مناورات أمريكية فقط، لكنها لن تفضي إلى اتفاق لا في لبنان ولا في غزة. يعني هذا التشكيك يعني في محله أعتقد من جهة حماس، لأن الولايات المتحدة كانت قد اتفقت مع حماس على عدة صياغات لوقف إطلاق النار في غزة، والإدارة الأمريكية ليس فقط عجزت عن إقناع إسرائيل أو الضغط على إسرائيل لكي تقبل، بل اتهمت حماس بأنها هي السبب الذي يعرقل المفاوضات، مع أن القيادة الفريق الإسرائيلي للمفاوضات وقيادة الجيش في إسرائيل تتهم الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو بأنه يعرقل. فلذلك الشكوك في الممارسات الأمريكية في محله. شكرا. لكن يعني الآن بأيدي الولايات المتحدة أن تثبت لحماس وللغير أنها جادة، فلتتفضل كل الأمور تسير باتجاه الذهاب إلى اتفاق. يحتاج الأمر إلى موقف أمريكي حازم تجاه إسرائيل في هذا الموضوع. طبعا حينما تقول أنه كل الأمور تسير باتجاه اتفاق، نتحدث عن لبنان فقط وليس عن غزة أيضا. شكرا جزيلا لك. حتى بالنسبة لغزة موضوعيا يوجد إمكانية لاتفاق، هذا ما يقوله الجيش الإسرائيلي، لكن نتنياهو يعرقلنا. شكرا جزيلا. المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي كنت معنا من الناصرة، شكرا جزيلا لك. كانت لاعبة كرة القدم اللبنانية سيلين حيدر على وشك تحقيق حلمها باللعب مع المنتخب الوطني للسيدات، لكن الحطام الناجم عن غارة إسرائيلية ترك الفتاة البالغة من العمر 19 عاما في غيبوبة تاركة والديها في حالة من الصدمة. بنتي لاعبة فوتبول، بنتي بطلة بدها تقوم، بنتي كتير بطلة وأبداي قوية، بدها تقوم بدها ترجع تلعب. كل ما ترجوه هذه الأم أن تعود ابنتها لحياتها الطبيعية. سيلين حيدر الشابة اللبنانية التي تبلغ من العمر 19 عاماً لاعبة كرة القدم في غيبوبة إثر غارة إسرائيلية استهدفت بيتها، والتي كانت على وشك تحقيق حلمها باللعب مع المنتخب الوطني للسيدات. عندها نزيف براسة، عندها كسر بالجمجمة. بنتي لعيبة فوتبول، ساعة 2:30 بالليل كانت كاتبيت لي إنه هي بدها أكلة بتحبها. قلت لها أوكي ماما. ما في ساعة دق لي رفيقة إنه هي تصاوبت وعم بيشلوها على المستشفى. بس يا ماما مسكي إيدي مرة واحدة، بس يا ماما ردي علي مرة واحدة يا ماما ردي علي وقولي لي يا ماما إيه. لم تصب سيلين بكسر الجمجمة والنزيف الداخلي بسبب إصابة في الملعب أثناء محاولتها تسجيل هدف على خصمها. هذه المرة كانت هي الهدف بذاته. طموح تكفي تصير توصل، عندها طموح توصل لفوق تصير كوتش وتفتح ملعب. أحلامها كتير حلوة، قتلوا لها حلمة لبنتي. شو ذنبها بنتي؟ شو اللي صار معه؟ ليش بده يصير معه هيك؟ مين اللي بيتحمل المسؤولية؟ مين اللي بيعوض لي هذا الضرر أنا على بنتي؟ مين بيعوض لي هذا الضرر؟ وكيف بدي أعالجها لبنتي؟ وين بدي أعالجها؟ لم تعد اللعبة في لبنان محكومة بملعب وحكم، ولم تعد البطاقة الحمراء أو الصفراء أو الطرد يجدي نفعاً، فالوقت مفتوح الآن والأشواط متتالية، والأهداف تسجل كل يوم في لبنان وإسرائيل بين مرميين تفصل بينهما قرى وحدود، وليس مساحة صغيرة من العشب الأخضر كما تجري العادة. أما سيلين فتظهر في هذه الصورة وهي تعانق زميلتها في الملعب فرحة بانتصار ما، وترجو والدتها ألا يكون هذا العناق العناق الأخير. هلال علي، الحدث. وفي استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. الحدث، ترصد أوضاع النازحين من ولاية الجزيرة بعد وصولهم إلى منطقة أبو دليك.
الصحة أعلنت عن 132 قتيلا. من هو على مقربة من هذه المباني يغادر، ولكن استمعنا إلى هذا الصوت. هذه الغارة الخامسة، المعبر بات معطلا بالكامل. نحن عند نقطة الاستهداف كما ستتابعين في الصور. الطريق من الجهتين ذهابا وإيابا بات فيه حفرة كبيرة في الأرض. إذا تسمعين الآن هناك صوت المروحيات العسكرية تحوم في سماء حيفا. يوم أمس كان يوم وصف بالعنيف. حركة النظام تتجدد مع تجدد الغارات. بلدة تبنين فتحت أبوابها أمام النازحين من ويلات الحرب جنوبا. قمنا بجولة على مراكز الإيواء منها مدارس. الدمار الكبير الذي رأيناه في كل البلدات هو مماثل لهذا الدمار، ولكن النسبة الأكبر في هذه البلدة. المدفعية الإسرائيلية لا تقف بعيدا عن النقطة التي نبث منها هذه الرسائل لقناة الحدث. من خلفي يمكن أن تروا الصاروخ الذي سقط قبل بعض الوقت من قبل حزب الله. وسط بيروت استهدف أكثر من مرة، 3 مرات. هناك 7 من الكوادر في حزب الله. غارة حسين، يعني غارات ريم بأمان. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. مجلس الأمن اليوم جلسة للتصويت على قرار اقترحته الدول 10 غير الأعضاء بمجلس الأمن، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. كما يدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدنية. كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735، ويؤكد أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة. طالب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع، ومن المتوقع أن تجهض واشنطن مشروع القرار بالفيتو. وخلال زيارة أجراها لمحور نتسريم في غزة مع كبار مسؤوليه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لكل من يعيد رهينة محتجزة في غزة. وأكد نتنياهو أن حركة حماس لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وأن إسرائيل دمرت القوة العسكرية للحركة. أنا هنا على شاطئ بحر غزة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الشباك في وسط القطاع بمحور نتسريم. حماس لن تحكم غزة، نحن نقضي على قدرته العسكرية بطريقة مثيرة للإعجاب للغاية، كما أننا نبذل جهدا من هذا المكان وفي كل مكان لتحديد مكان الرهائن وإعادتهم. نحن لا نتخلى عن ذلك وسنستمر في القيام به. مساع إسرائيلية حثيثة لفرض إدارة عسكرية على قطاع غزة تكشفها تحركاتها المتسارعة على الأرض. على الرغم من عدم صدور قرار رسمي من الحكومة الإسرائيلية بذلك، لأن كل المؤشرات تشي بما يحك. هذه المساعي قد تترتب عليها تداعيات خطيرة وفق صحيفة يدعود أحرنوت التي تحدثت عن تزامنها مع مخططات المستوطنين الذين يرون فيما يحدث فرصة للإقامة في شمال غزة وإقامة مناطق عسكرية دائمة هي عبارة عن بؤر استيطانية عسكرية. بالنظر إلى بعض المؤشرات يمكن رصد النوايا
بوضوح. مثلا محاولة الجيش الإسرائيلي إفراغ شمال غزة من أهله وإشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية على مراقبة المساعدات على نحو يتوافق مع توجهات وزير المالية بسليل سموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير. يقول التقرير إن التحركات على الأرض تأخذ زخما كبيرا من عاملين جديدين، أولهما تعيين وزير الدفاع الجديد إسرائيل كاتس الذي ينظر إليه على أنه أكثر مرونة من سلفه جالنت في هذا الصدد، والثاني انتخاب دونالد ترامب. هذا المخطط الذي تهرول إسرائيل نحوه يطرح تساؤلات قانونية معقدة حول مسؤولياته تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع بصفته محتلا لغزة، وبالتالي ستلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان بموجب المواثيق الدولية. إلى جانب زيادة الانتقادات القائمة أصلا ضد إسرائيل بعدما شاهده العالم منذ أكثر من عام خلال الحرب على غزة، مع إمكانية فتح الباب نحو اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل داخل المؤسسات الدولية. بعض الأصوات داخل إسرائيل طرحت مقترحا بديلا يتمثل بتسليم إدارة القطاع إلى جهة أخرى كالسلطة الفلسطينية مثلا، لكن نتنياهو ومن معه من الصقور في حكومته يرفضون ذلك بشكل قاطع، وسيناريو تولي دولة أخرى مسؤولية القطاع يبقى الأضعف نظرا لرفض معظم الدول لهذه الفكرة. من رام الله معنا المتحدث باسم حركة فتحة عبد الفتاح دولة، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذن هذا المخطط الذي تقوم به إسرائيل الآن على الأرض حقيقة، ما الذي يعنيه بالنسبة لكل ما كان يطرح سابقا في ما يتعلق باليوم التالي لانتهاء الحرب؟ تبدو إسرائيل لديها خطة منذ البداية تسير باتجاهها بغض النظر عما يقول المجتمع الدولي والأمم المتحدة وما يحدث على الأرض والمفاوضات وغيرها من التفاصيل. التحية لك بداية سيدة ضحى للمشاهدين الكرام. يعني اسمحي لي أن أخرج قليلا عن الموضوع، لا أزال تحت تأثير ذاك التقرير الذي عرضتموه قبل قليل للاعبة التي استشهدت نتيجة غارة بشعة وكيف فقدت أحلامها. يعني قادني هذا الأمر مرة في السجن، أجريت مقابلة وأنا كنت أسير في ذلك الوقت في قسم المعتقلين الأطفال، 100 طفل سألتهم عن أحلامهم، 96 منهم جاوبوا أنه فيش عندهم حلم، وبالتالي تقتل أحلام للأطفال الفلسطينيين واللبنانيين لأنهم أصلا لا يعيشون حتى يتمكنوا من أن يحلموا، ولا أحد يتأثر لسنة ونيف من العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني واليوم على لبنان، والذي تشير كل المعطيات إلى أن حكومة الاحتلال والسؤال هي ماضية في احتلال قطاع. صحيح، رأينا الكثير من الأحلام تتحطم بسبب هذه الغارات الإسرائيلية ومعانا الأطفال منه، وكل أمل أن تكون حضرتك مخطئ لأن سيلين ما زالت على قيد الحياة وإن شاء الله تبقى على قيد الحياة، وأعتقد أنها هي في حالة، هي في كوما حتى الآن غائبة عن الوعي، نتمنى عودتها. لا شك بأنها أصيبت إصابة كبيرة جراء هذه الغارة وتبقى الأمال معلقة أن تنجو من هذه العملية. أعود لسؤالي سيد فتح عبد الفتاح دولة فيما يتعلق بما يحدث الآن على الأرض. ما يحدث على الأرض، هناك بؤر استيطانية، ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العسكرية أقامتها بالفعل إسرائيل في قطاع غزة، وكل ما يحدث ونتابعه في الشمال وحتى فيما يتعلق برغبتها وإصرارها على التحكم في قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، وأن لا تعطى سلطة غزة ولا حتى للسلطة الفلسطينية، كيف سيكون تعاملكم مع هذا؟ صحيح سيدة ضحى، عديد من دول العالم على ما يبدو أنهم أرادوا أن يغمضوا أعينهم عن حقيقة الأهداف التي أرادها نتنياهو وجيش الاحتلال وحكومة الاحتلال من الهجوم الشامل على قطاع غزة وكذلك على الضفة، وأرادوا أن يستمعوا فقط إلى ذلك الهدف الذي قال فيه الاحتلال نحن ذاهبون إلى قطاع غزة للقضاء على حركة حماس، واليوم يتبين أنهم ذهبوا للقضاء على كامل قطاع غزة. حقيقة الأهداف التي وضعت في مطبخ وزارة استخبارات الاحتلال منذ الأسبوع الأول للهجوم على قطاع غزة كانت تتحدث بشكل واضح وتشير بشكل واضح إلى أنهم ذاهبون لإعادة احتلال
قطاع غزة وفرض حقائق جديدة لها علاقة بالسيطرة الكاملة على قطاع غزة، حتى أن مؤتمرا عقد قبل فترة ليست بالطويلة يعني كانت المطالبة فيه بإعادة الاستيطان إلى قطاع غزة. اليوم قاموا بإقامة ما أسميت بمناطق عازلة على طول كل حدود قطاع غزة، هذه اقتطعت من مساحة قطاع غزة. اليوم معبر رفح من الجانب الفلسطيني محتل، محور فيلادلفيا تحت السيطرة الكاملة، فصل الشمال عن الجنوب ويقومون بأعمال سيطرة على الشمال تشير نعم إلى السيطرة على قطاع غزة، الآن ظاهرها عسكري ولربما نكون أمام إعادة الاستيطان إلى القطاع. نتنياهو يريد الإبقاء على السيطرة ولذلك هو يرفض أن يكون هناك أي مسؤولية فلسطينية. طيب. كل هذه التحركات تثير تساؤل، كل هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية على الأرض تحديدا في قطاع غزة هي تثير تساؤلات قانونية معقدة، كيف سيتم استثمارها من ناحيتكم لتوجيه الرأي العام المجتمع الدولي فيما يتعلق بأمور تتخطاها إسرائيل، تتخطى قرارات أممية؟ يعني هذه المشكلة لدى المنظومة الدولية. أيضا قبل أيام قليلة كان هناك إجماع في مجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما قالت أن دولة فلسطين تحت الاحتلال ويجب أن ينتهي الاحتلال عن كامل أراضي دولة فلسطين في غضون عام. العالم يقول أن المشكلة في الاحتلال وأن الحل يكمن فقط في تجسيد الدولة الفلسطينية، لكنه لا يقوم بأي فعل حقيقي إزاء تجسيد الدولة الفلسطينية، وقف العدوان وإنهاء الاحتلال. نحن دائما وسنبقى نضع المجتمع الدولي، ولكن ما الذي تقوم به السلطة الفلسطينية لطرح نفسها بديلا عن حماس في قطاع غزة؟ يعني نحن لا نحتاج لأن يكون هناك بديل. أولا حماس ليست مسؤولة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حماس مسؤول فلسطيني موجود في قطاع غزة، في فترة ما سيطرت على القطاع بفعل الانقلاب وكانت تسيطر عليه، لكن المسؤولية عن قطاع غزة كما حتى الآن، لكن الآن ما الذي يحدث في قطاع غزة بعد عام من العدوان؟ هل بقي شيء في قطاع غزة؟ هل حماس مقتنعة اليوم أن بإمكانها كفصيل أن تظل مسيطرة على قطاع غزة بعد ما حصل في قطاع غزة؟ المسؤولية عن غزة كما الضفة والقدس هي للسلطة الوطنية الفلسطينية، هي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولذلك هذه الجهة المسؤولة التي يعترف بها العالم والتي يقول العالم أيضا أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون مسؤولة عن القطاع. المشكلة أعود وأقول أن العالم عاجز عن فرض هذه الإرادة الدولية التي تقف في وجه مخطط الاحتلال وتوقف العدوان وتنهي الاحتلال وترفض أي سيطرة أو اقتطاع أي جزء من قطاع غزة على اعتبار أن هذا جزء من دولة فلسطين ويجب أن يكون خاضعا للسيادة الفلسطينية. هذه المسؤولية وهذا التحدي أمام العالم، ويجب أن يطلع إلى كامل مسؤولياته في فرض هذه الإرادة الدولية وتنفيذ كل ما صدر عن المنظومة الدولية من قرارات تجبر دولة الاحتلال بالكف عن أي مشروع يتنافى مع الشرعية الدولية التي تنادي بحل الدولتين وبدولة فلسطينية على حدود 4 حزيران لعام 1967. هذا هو الحل الوحيد. طيب سريعا جدا لأنه انتهى الوقت للأسف سيد عبد الفتاح، فيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن اليوم لوقف الحرب والمتوقع منها، هل تعتقدون أن يعرقلها فيتو أمريكي أم رغبة أمريكا ترامب، رغبة ترامب في إنهاء بعض الحروب، الكثير من الحروب في الحقيقة يمكن أن تمرر؟ يعني هذا وارد أن يستخدم الفيتو سيدة ضحى، لكن بما أنهم في الفترات الأخيرة وسبق أن حصل ذلك مع الرئيس أوباما في نهاية فترته عندما فاز الحزب الجمهوري، صدر قرار مهم عن مجلس الأمن يتعلق بالاستيطان، وكان من أهم القرارات التي صدرت أن الاستيطان غير شرعي. لربما يريد أن يظهر الحزب الديمقراطي بمظهر إنساني في آخر أيامه، تحديدا أن هذا القرار جزء كبير منه يرتبط في إدخال المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى قطاع غزة. الأهم وإن صدر هذا القرار أن يكون هناك خطوات قادرة على تنفيذ هذا القرار وإلزام دولة الاحتلال بالتقيد به. شكرا جزيلا، المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح تولى كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. أفاد إعلام إيراني بوقوع هجوم سيبراني على بنك مما أدى إلى تعطيل خدمات البنك، ووفقا لوكالة بنك ميلت، وفقا لوكالة مهر الإيرانية فإن أنظمة البنك تعطلت صباح اليوم ما تسبب في عجز البنك عن تقديم خدماته للعملاء. الوكالة أشارت إلى تعرض نظام البنك لهجوم سيبراني مكن قراصنة من الولوج إلى بيانات 400 مليون عميل فاصل 5.
قدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الذرية الذي يعقد اجتماعا اليوم يدين أنشطة إيران النووية. قبل ذلك حذر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي نظيره الفرنسي من طرح مشروع القرار. قال عراقجي إن مشروع القرار الأوروبي يتناقض مع الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة وسيؤدي إلى تعقيد الأمور. وهذا وعرضت إيران على القوى الغربية تجميد التخصيب العالي لليورانيوم مقابل الامتناع عن تقديم قرار ضدها. قال مصدر دبلوماسي رفيع إن العرض الإيراني الذي يضع حدا أقصى للمخزون عند 185 كيلوغرام مشروط بإلغاء الغرب قرارا مرتقبا ضد إيران. ومن طهران ينضم إلينا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، ومن بروكسل بيتر كليبي الباحث في الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية. أهلا بكما على شاشات الحدث. أبدأ معك سيد بيتر فيما يتعلق بمشروع القرار هذا الذي تطرحه باريس ولندن وبرلين. لماذا الآن؟ يعني هناك فترة، لماذا الآن يأتي هذا الاعتراض وهذا مشروع القرار هذا باعتقادكم؟ الأمور يبدو أنها بدأت تمضي، والعامل الرئيسي كان هو انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يقود جولة أخرى مما أسماه بحملة الضغوط القصوى ضد إيران. وبالتالي أعتقد بأن القوى الأوروبية تريد أن تستعد لها وبدأت بفرض المزيد من الضغط على إيران، على الرغم وكما شاهدنا أن إيران يبدو أنها بدأت تخفض عمليات تخصيب اليورانيوم. أذهب لدكتور صادقيان فيما يتعلق بالأجواء الإيجابية التي تشير إليها إيران تحديدا عبر تصريحات وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، يقول أنه مشروع يعني هذا القرار سيؤثر أو يتناقض مع الأجواء الإيجابية التي نشأت بين إيران والوكالة وسيؤدي إلى تعقيد الأمور. أي أجواء إيجابية كانت بين إيران والوكالة؟ الأجواء دائما متوترة بين إيران والوكالة. تحية لك سبحة وإلى ضيفك وللمشاهدين. عند الزيارة التي قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران الأسبوع الماضي، هي كان فيها مزيد من الحديث والتفاهمات، وهذه كانت الزيارة الأولى للسيد غروسي إلى طهران، والتقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ونظيره الإيراني، إضافة إلى وزارة الخارجية وزير الخارجية عباس عراقيتشي. هذه هي كانت الزيارة الأولى لغروسي إلى طهران في ظل حكومة مسعود بزشكيان، وهو أراد أن يستشرف منهم ماذا تريد الحكومة الإيرانية الجديدة أن تعمله. وبالتالي هو وقف بشكل واضح على نوايا الإيرانية، على الخطط الإيرانية والبرنامج الذي سوف تعتمده الحكومة الإيرانية. وبالتالي توصلوا إلى تفاهمات فيما يخص المفتشين، كان هناك مشكلة للمفتشين تم حلها، أيضا إلى حجم المنتوج من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتم الاتفاق على ذلك. الآن اليوم سمعنا بأن الترويكا الأوروبية ألمانيا فرنسا بريطانيا قدمت مشروع قرار لإدانة إيران وإدانة البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي من شأن هذا القرار أن يرحل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وبالتالي هناك كثير من التصعيد. يعني هذه هي الخطوة الأولى للتصعيد. هذه الخطوة الأولى للتصعيد، الإيرانيين قالوا بأنهم سوف يصعدون أيضا، وبالتالي سوف يكون هناك تعقيد. تصريحات إيرانية تقول بأنه إذا ما قدم مشروع القرار الأوروبي ستقوم إيران بالرد.
هناك الكثير من الأوراق، يعني في تفاصيل البرنامج النووي الإيراني هناك الكثير من التفاصيل، ومن زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي إلى زيادة عدد المخزون من اليورانيوم المخصب إلى زيادة نسبة التخصيب إلى الكثير من القضايا في التفاصيل. هناك الكثير من القضايا يمكن إيران أن تستخدمها، وأنا أعتقد بأن لا إيران ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مصلحتهما هذا التصعيد، وهو تصعيد غير مبرر. ربما الولايات المتحدة أو الترويكا الأوروبية تريد تضغط على إيران من أجل المساومة على قرارات أخرى في مجالات أخرى تخص التطورات في المنطقة، لكن فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، برنامج النووي برنامج خطير. لكن بصراحة دكتور صادقيان، لماذا كل هذه الخشية لدى إيران من هذا القرار، المشروع القرار الأوروبي؟ هذا القرار إذا تم المصادقة عليه هو خطير جدا، لأنه يفتح التطورات على مصراعيها، وبالتالي هناك سيناريو لمثل هذا التصعيد أن يذهب، لأنه بمجرد الموافقة على مسودة القرار التي دفعتها الترويكا الأوروبية، معنى ذلك بأن القرار الأوروبي هذا القرار سوف يذهب، يعني الملف الإيراني سوف يرحل من أروقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أروقة مجلس الأمن الدولي. وفي مجلس الأمن الدولي هناك القرار الصادر 2231 الذي صدر بعد الاتفاق على الاتفاق النووي والتوقيع على الاتفاق النووي عام 2015. هناك آلية هي آلية سناب باك. سناب باك هذه الآلية لا تحتاج إلى طرح هذا الموضوع في مجلس الأمن الدولي، لأنه إذا طرح وربما تكون هناك معارضة من روسيا والصين. لكن هذا القرار السناب باك هاي الآلية لا تحتاج إلى مصادقة مجلس الدولي، وبالتالي معنى ذلك عودة كل الحظر الذي كان صادر من مجلس الأمن الدولي يعاد مرة أخرى على إيران، وهذه حالة خطيرة جدا. أنا أعتقد بأن يدفع إيران إلى كثير من المواجهة، والتي هي قالت بأنه إذا استمر هذا المسار معنى ذلك بأن إيران سوف تذهب بمواجهة وتصعيد. وأنا أعتقد بأن لا إيران ولا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا الدول الإقليمية ولا مصالح الولايات المتحدة هي تستدعي مثل هذا التصعيد الغير مبرر. أذهب لضيفي إذن بيتر كليبي، هل هو لافت إلى أي مدى هو لافت بالنسبة لكم أن هذه الدول باريس، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الدول الأوروبية التي كانت تعترض على انسحاب ترامب من اتفاقية 2015 النووية هي التي الآن تصعد كما يقول ضيفي؟ أنا أتفق مع الدكتور صادقيان، القوى الأوروبية ما عادت راضية بالوضع الراهن، ويتفقون مع دونالد ترامب من أن إيران بدأت تتجاوز الحدود منذ فترة طويلة. وكما أعتقد بأن هذا القرار ليس مرتبط بشكل كامل بمسألة القنبلة النووية، فأوروبا تريد أن تتجنب حصول إيران على أي قنبلة نووية، ولكنها أيضا تريد من إيران أن توقف كافة تدخلاتها خارج حدودها. السياسيون في أوروبا غير مهتمين بتغيير النظام الإيراني، وإذا ما كان هنالك أي تغيير أو انتقال سلمي في السلطة بشكل ديمقراطي في إيران يعكس رغبات السكان، فسيكون سعداء جدا، ولكن هذه ليست هي أولويتهم القصوى. الأولوية القصوى هي أن يقولوا لإيران نحن سئمنا من تدخلاتكم في سوريا ولبنان والبحر الأحمر مع الحوثيين. وقبل أكثر من 5 أعوام أوروبا أدركت أن عدم فعل أي شيء ليس خيارا فيما يخص إيران، وعلينا لا ننسى بأن البحر الأحمر قطعت مساراته تماما. الآن الوضع أفضل، وكل ذلك كان بسبب المتبردين الحوثيين المدعومين من إيران. فمرة أخرى أوروبا لا تريد أن تتدخل في أو تصل مرحلة حرب أهلية في اليمن،
أو أن يكون لها عواقب تؤثر على مسارات التجارة الأوروبية. بالتالي أعتقد بأننا يجب أن نرى هذه الخطوة ضمن هذا الخطار، أي أوروبا تكون حاسمة أكثر وأقرب إلى الولايات المتحدة وتقول للنظام الإيراني نحن لا نريد تغيير النظام ولن ندفع تجاه ذلك، ولكن يجب أن تبقوا ضمن حدودكم. هل هناك وقت لضيفي؟ سريعا جدا دكتور صادقيان، الآن إيران تعرف بأنها تمتنع عن تخصيب عالي لليورانيوم، لماذا الآن؟ ما هذه واحدة من تحفظات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لا، هو زيادة المخزون من اليورانيوم المخصص ب60%، هذا الذي تعترض عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإيران قالت بأنها سوف تخفض حركة أجهزة الطرد المركزي حتى لا تزداد الكمية المخصبة بالنسبة 60% عند إيران وتكون مناسبة لصنع سلاح نووي. هذا التفاهم تم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. دعيني أشير إلى أن 60% الآن الوكالة الدولية تشرف على 60%، تشرف على الكمية المخزونة لدى إيران، لكن المشكلة هي هذه الجانب السياسي من القضية. نحن لا توجد هناك مشكلة في الجانب الفني، وإنما هناك مشكلة في الجانب السياسي، وهي تدخل فيها الكثير من التطورات الإقليمية. شكرا جزيلا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، كنت معنا من طهران، وشكرا أيضا لضيفي الباحث في الشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية بيتر كليبي، كان معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لكما. حذرت منظمات من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية حذرت من وقوع هجوم وشيك في ولاية الجزيرة وسط السودان. أوضح مؤتمر الجزيرة الحقوقي أن قوات الدعم السريع تحاصر قرية التكينة التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين وسط حديث عن هجوم وشيك. هذا ويستمر تدفق النازحين من ولاية الجزيرة وسط السودان إلى مناطق أكثر أمانا. معظم النازحين وصلوا على متن شاحنات كبيرة، بينما قطع آخرون مئات الأميال سيرا على الأقدام وسط ظروف إنسانية قاهرة رصدتها كاميرا الحدث في منطقة أبو دلاق السودانية. هذه مشاهد لأسر نازحة في منطقة أبو دلاق نزحت من ولاية الجزيرة بعد احتياج الدعم السريع ل قراهم ومناطقهم. هذه مضيفة للأسر النازحة من قرى شرق الجزيرة، ذلك المنزل يستقبل آلاف المواطنين الذين نزحوا من ولاية الجزيرة بعد اجتياح الدعم السريع لقراهم في أكتوبر الماضي. هذه المنطقة منطقة أبو دلاق. مشاهدينا، ختام استوديو الحدث لهذا اليوم. دائما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحدث .net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.